الإدمان الإلكتروني. امتعض والدي من رؤيتي طول النهار وأنا مستلق على ظهري أداعب هاتفي. طلب مني أن أترك الهاتف جانبا لفترة وجيزة، فتظاهرت بالاستجابة، لكني كنت بين الفينة والأخرى أمسك به، وظلت أصابعي ترتجف. قال والدي: الهوايات هي ما نحب فعله في أوقات فراغنا، إنها أنشطة نقوم بها لأننا نجد فيها متعة. فبالنسبة لطباخ في مطعم، الطبخ ليس هواية بل هو عمل، ولكنه بالنسبة للطبيب مثلا قد يكون هواية، وصيد السمك بالنسبة للبعض هواية، لكنه بالنسبة لمن يصيده ليكسب من ورائه مالا هو عمل ومهنة. وصل والدي كلامه قائلا: ويشترط في الهواية ألا تسبب ضررا لممارسها، فالألعاب الإلكترونية لها فوائد كثيرة، إلا أن الاستغراق في ممارستها يسبب ضررا للصحة، إذ تتضرر عيوننا وأدمغتنا نتيجة تركيزنا القوي على الشاشة، كما أن الإدمان على هذه الألعاب يفوت علينا فرص القيام بأعمال أخرى ذات قيمة. رددت بصوت مرتفع، لكن بصري حاد وعقلي سليم، لا خوف علي يا أبي. نظر إلى أصابع المرتجفة وأضاف: من الهوايات المنتشرة في شتى أنحاء العالم لعبة الشطرنج، التي تحاكي معركة بين فريقين من الجنود، يسعى كل فريق إلى حماية ملكه، وهي لعبة تنمي التفكير والتوقع وتعلم الصبر والاحترام، عكس إدمان الألعاب الإلكترونية الذي يؤدي إلى التوتر والانعزال. أنا ذاك فهمت أن أبي يتضايق من ممارستي لهذه الهواية خوفا علي. ثم واصل كلامه: ويفضل بعض الناس الرسم أو النحت أو قراءة الروايات أو العزف، كما يفضل آخرون القيام بجولات في الجبال أو المنتزهات أو صيد السمك. وتدخل الرياضة أيضا في مجال الهوايات، إذ يمارسها السواد الأعظم من الناس من مختلف الأعمار، في حين يفضل بعضهم العناية بالحيوانات كأسماك الزينة والحمام ومختلف الطيور. ألم تستهوك إحدى الهوايات التي ذكرت لك يا بني؟ ظل والدي ينتظر جوابا، ولما التفت إلي وجدني قد واصلت لعبتي بعد أن كتمت صوت الهاتف. شعرت بالخجل لما التقت نظراتنا، فهل أنا فعلا مدمن؟ بعد قراءتنا للنص قراءة متأنية، نمر إلى أسئلة أفهم وأحلل. السؤال الأول: أحدد معاني الكلمات حسب سياقها. امتعض، تظاهرت، الاستغراق، الإدمان، تحاكي الاستجابة. بالنسبة للسؤال الأول:
امتعض بمعنى غضب. تظاهرت، أظهرت القبول، أظهرت القبول. الاستغراق بمعنى الإكثار من استعمالها. الإدمان، المواظبة على استعمال الألعاب حسب السياق. تحاكي، تقلد. الاستجابة بمعنى الرضا. السؤال الثاني، أختار المناسبة لكلمة السواد في الجملة يمارسها السواد الأعظم من الناس. هل السواد ضد البياض لون، أم السواد من الناس أغلبهم وأكثرهم؟ الجواب الصحيح هو السواد من الناس أغلبهم وأكثرهم. السؤال الثالث، ما هو الفعل الذي يظهر موقف الأب من الألعاب الإلكترونية؟ الفعل الذي يظهر موقف الأب من الألعاب هو فعل امتعض بمعنى غضب، امتعض غضب. السؤال الرابع، لماذا طلب الأب من ابنه ترك الهاتف جانبا؟ طلب الأب من ابنه ترك الهاتف جانبا لأن الهاتف يسبب ضررا للصحة. خامسا، أحدد الفرق بين الهواية والمهنة انطلاقا من الفقرة الثانية. الهواية هي ما نحب فعله في أوقات فراغنا، أما المهنة فهي كل ما نكسب من ورائه مالا. سادسا، أعدد مضار الألعاب الإلكترونية التي ذكرها الأب. مضار الألعاب الإلكترونية التي ذكرها الأب هي أن الألعاب، بسبب الألعاب الإلكترونية تتضرر العيون وكذلك الأدمغة. سابعا، أذكر فوائد لعبة الشطرنج وأبحث عن معلومات خاصة بهذه الهواية. من بين فوائد لعبة الشطرنج أنها تنمي التفكير والتوقع وكذلك الصبر والاحترام. ثامنا، أبدي رأيي في سلوك الابن وفي طريقة نصح الأب. سلوك الابن طبعا غير صحيح، ونصيحة الأب كانت ذكية وصحيحة. تاسعا، أجيب عن تساؤل الابن في نهاية النص وأقدم له نصائح. إن كثرة استعمال الهاتف يصيبنا بالإدمان. نصيحتنا لك أن تحاول الإقلاع عن الهاتف والاهتمام أكثر بالكتب والقصص والروايات. عاشرا، أستخرج من النص ما قد يكون من علامات الإدمان على الألعاب الإلكترونية. ما يدل على علامات الإدمان على الألعاب الإلكترونية في النص هو ما سنجده في الفقرة الثالثة، التوتر والانعزال.